واحد من أئمة الجماعة. يقول الشخص: السند الآن موجود عندي. يقول ذلك الشخص: دخلت على ذاك إمام الجماعة في شهر رمضان، فقال لمن في البيت لخادمه: جيئوني بالقهوة، جيبوا قهوة. قلت له: شيخنا شهر رمضان. قال: أعلم، شهر رمضان، جيبوا قهوة. قلت له: أنت مو صايم؟ قال: لا. قلت: مريض، عندك عذر؟ قال: لا. قلت: إذن لماذا تفطر؟ قال ذلك إمام الجماعة: لأني توصلت بعد مطالعاتي إلى أن الحق متمثل في علي بن أبي طالب، ولكن نفسي لا تطاوعني على القبول بإمامة علي بن أبي طالب، وأنا أعلم من لا يقبل علي بن أبي طالب لا فرق عند الله أن يصلي أو لا يصلي، أن يصوم أو لا يصوم، ليش أتعب نفسي؟ صلاة الجماعة مفروضة علي لأن موظف عند الدولة، أصلي، ولكن صيام ماكو داعي. واحد أحياناً يصل إلى هذا الدرك والعياذ بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.